السلام عليكم، أول وصفة رمضان. كي درتو لاباس عليكم؟ صحة بخير إن شاء الله، تكونوا على خير وربي بخير دائما في أحسن الأحوال. رمضان المبارك سعيد على الناس ديال الخارج، كما كنقولوا بالصحة إن شاء الله، شهية طيبة في الإفطار وديال المغرب. تنتوما عيدكم مبارك سعيد، وأي دولة عربية كتفرج فيها هم عيد مبارك سعيد. المهم غندير لي نم بالكروفات شامبيني. المهم أنا غنوريكم طبيعة الحال الورقة هي واش تجبتها مقبلة. انا غادي ناخذ هذا خيزو اللي هو جوج حبات ديال الخيزو، يعني الجزر، جوج حبات الجزر اللي هما بشرتهم في هاد لا ماشين، ها هما الجزر. كروفيت اللي هو راه مسلوق، داكشي خليته كيتسنى. هذا راه الشامبينيون فيه الاسود وفيه الشامبينيون هادي. انا كنت غنزيد، لان دائما كنبتكر، زدت عليه شويه ديال الطوم حتى هو هادشي كلشي غيتشحر. هنايا شويه د الهريسه ديالنا مغربيه، هنايا زيت الصوجا، وهذا اللي نام خلاص، هذا غادي يصلح من بعد، هذا حتى يبغي ياكل الاكل. حامضه اللي هي عصرتها، هنا المعدنوس، واحد الباقه زعما واحد ربيطه صغيره ماشي بزاف، ولا الا كانت كبيره غير نص ربطه ديال المعدنوس. هنايا درت جوج بيضات حتى نشف على حساب الخليط اللي غنجمعهم من بعد. هنا جوج بصلات مشلوطين، وهنايا ما عنديش ندير مثال، مي كنكتفي غير بالشعريه اللي درت هكا، ما غاديش نديرها كامله لانها كثيره، باش ندير الخليط ان شاء الله. هادو ما غتشوفو معايا، نبدا بالكوفيد هو الاول درجه بدرجه، حتى ان شاء الله النهار الاثنين بحول الله، لان البارح تقضيت كلشي، الناس كيتغداو في رمضان. وعدنا نشير فيرميسال ديال القرص، هذا اللي عندي واجده ديبانيت بها، ماشي مشكل، وهادشي اللي كاين. بقاو معايا تشوفوا طريقه العمل. دابا ان شاء الله الحمد لله انا درت المقيله تسخن باش نشحر داك العناصر. غندير جوج معالق ديال زيت الزيتون كما كتشاهدوا هي، باش نشحر فيهم داكشي. غيكون معايا غير الابزار والملح هو اللي باش غادي ندير، ما غاديش تكون شي حاجه زعما كثيره. ناخذ الكروفيت هو الاول، نجيب ليه كلشي باش يكون نشحر دابوغ البصيله، تتشحر البصله، ومن بعد غنزيد العناصر تدريجيا. من بعد البصله غنزيد الكروفيت، ومن الكروفيت غادي نزيد الشامبينيون، غنزيد بعدا الكاروت يعني الجزر. نديرو هادشي كلشي حتى هو الاول باش نشحر، غيكون غير الملح والابزار، هادو اللي غيكونو بجوج، هاد العناصر بجوج. ملي طيبتها قاليها غير شويه، و قاليها غير صغيره مدورها، كنعاود ليكم قصة حياتي. ضروري نشحر البصيلات مع شويه ديال المليحه باش كتهز هي كتهز. هنا هاد البصيله فوق الخبز كيكون الخبز كي يعني الخبز مالح شويه، شامبينيون كذلك. دابا غادي ندير الخبز، هي على العافية ماكاين بزاف نالو، فهو غادي نشخرو. هاهو كيطلق شوية الما، غي شد راسو شوية، وغادي نزيد حتى خيزو هكا، حيت خيزو خضر. المهم غيبقاو العناصر كلها حتى تندمج مع بعضها، ومن بعد انتوما معايا حتى تشوفو مين كندير الشكل النهائي ديال لينيم. شوف كيفاش كيطلق هذا الماء، خذيت طلق الماء، تدريجيا كنزيد الجزر. قلت لكم شوف تبارك الله جوج خيزيات شحال حطو، هو انا غندير لبناتي لافيسال يعني يصل لهم ما عندي، انا كنوجد لهم الشهيوات خصهم هما يجيو من بعدي. كتعرفوا رمضان، رمضان فيه غير تمارة ديال الواني، صافي رمضان فيه الماعن جو طاوله.
كان جات عليا انا نديرو فيه بنافله ونلوحو. هذا كل حاجه تدريجيا. من بعد غادي نزيد اوسي شامبينيون كيما وريتكم كلشي هذا. من بعد نقطع عليهم حتى يتشحر واحد شويه خليها تبرد باش ما الورقه ما تقطعش. نوريكم من بعد كنشارك معاكم غير هادشي ديالي انا. ما غاديش يعني كل نهار تكون شهيوه لان بزاف كنبقاو في رمضان يا ربي تسمح لينا كنضيعو. كاين الناس اللي ما بقاوش مساكن ياكلوا حتى خبيز سخون مي ضايع. اكيد الناس كتبقى تشهى في رمضان وتحط في الشهاوي وتحط. كاين مساكن اللي ما عندهمش واللي هي كتوحم دائما. كنقول لها ملي كندير شي شهيوه كنقول لها تسمح لي سمح لي بزاف بزاف. هذيك الشعريه اللي انا سقطت غنخليها على جانب حتى تسالي هذا الحشو اللي غندير زعما هذه زنجبيل اللي غندير وعاد غنديرها من الفوق ونخلطها. غير انا ضفت شويه ديال الطون الطون ديال الزيت طبعا باش ما يكونش ديال الماء. اللي ما بغاش ما يديروش ما يديروش كما بغاش ما يديروش. واللي بقات له في لافاس ما تعمروش كلشي يعني على حساب الافراد اللي كاين موجودين في البيت يعني في المنزل. اللي بغى يخلي الحشوه هكا بوحدها خليها في واحد لابواط وديروها في الثلاجه باش هكا تلبطوا مره اخرى في وسط السمان باش تنوعوا ديروها في الثلاجه. الا بغيتوا لا غدي ديروا شي وصفه اخرى تبقى عندكم هذه اللي تبغيوها تجبدوها تعاودوا تعمروها في الورقه ديروها غير في الثلاجه ما ديروهاش في المجمد لان من بعد داكشي كيطلق الماء. اي حاجه درتوها ما ديروهاش في غندير شويه ديال الملح من بعد نذوق لان داك الشيء ما بغيتش نديرو. ندير الابزار من هنا شويه وندير المعدنوس نحطو المعدنوس ما تكونش رفه كامله. الكروفيت على حسب الكميه كاين اللي كيبغي يدير كيلو كاين اللي بغي يدير نص كيلو. انا ما كملتش كيلو درت ما كملتوش درت بريسك لا مواتي لان كاين فيها الفيرميسيل فيها شحال من حاجه ما كيلو بزاف. اذا الكيلو راه غتبقى ليه الحشو ما غاديش نديروها كامله. اكيد غادي تعجبكم الا جربتوها اكيد تعجبكم. وهذه الصوجة كتعطي واحد النكهه زوينه. غادي ندير الصوجة ندير بعدا الحامض اللي هو صرت حامضه صلاتكم من الريحه واللي كتدخيني انا اش من ريحه. غندير الصوجة بطاطا جديدة تصين حلة. انا الصراحة ما عزيزاش عليا بزاف ما غنكثرش منها اكونت بناتي كتعجبهم كتجيني بشي شكل. انا الصوجة ماشي فوت المهم كدير واحد المعلقة كبيرة هاهي كدير الهريسه. طبعا انا ما عنديش حره بزاف باش كتجي هذه من السما شي علاش ما درتش الملح كثير لان حتى الهريسه ديال البهارات كتكون دايره كتكون مالحه وسي. ما نساش وبد من بعد باش غنجمع الحشو. فوالا صافي نخليها واحد شويه تشحر ونطفي عليها على ما تبرد
من بعد نجمعها وهانتوما معايا. بقات لها غير مثال انا غنديرها باش نخلط، ومن بعد ندهن الورقه بالزبده باش تجي مقرمشه. وهاد البريوات كيبغيو القليان الصراحه، ما كيبغيوش اكيد. غتبقى لي لا فاكس نخلي منها نهار اخر. صافي غندير لها واحد البيضه، نشوف الا جمعات البيضه وحده صافي ولا ما نزيدش الثانيه. بلا هذا نخدمو بيدينا احسن. المغرب ملي كتبكي تبقى دركك صافي، كتبقى هي كتجري. من بعد اللي بغى يجمع البريوات هكا يجمعها بالبيض نتاع البيض ولا لينين، كتسخن شويه ضربت عليها ولكن الوقت ما كيساعدش. هانتوما معايا فوالا ها الورقة ندز الزبدة هنايا باش تجي مقرمشة، باش ندير هكا ندير فيها زبيدة. أوه تهرس ليا غير تيخرج بلاصتو. المهم باش منطولش ناخد لينا هكا مكتشدو ثواني هكا ونديرو لها هكا. راه كلشي كيعرف يطول لينا هكا كتشوفوا باش الزربات عليها لان دركتنا المغرب. فوالا تنسدوها بالبيض البيض، من بعد غادي تدوز في المقله وغنقليها. راه تحلات ليا هنا من شويه، جيسبر مازال ما ديرليش. عطوني ان بلاطو ان بلاسي فوبلي، غادي لكم وحده اخرى. اخواني كتسمعوني انا كنهضر شويه عيانه، ما تديوش على اختكم اليوم ديما الاول نظن كيكون شويه اجيتي. ديما ندهن الزبده شحال من مره كتجي الورقه مقرمشه. Tu peux prendre une ronde derrière, une tomate, tu le mets, tu coupes en petite rondelle fine. Ben si on a pas trouvé le cousin qui a ouvert, t'as pas été le faire, c'est normal. Ben là, Ramadan, Ramadan qui brille la nuit. Voilà, on prend la cette tarika. Hâte que ça. Voilà. حتى نكملو لينين القدر اللي بغينا حنا وشحال كاين. فوالا نجي هكدا دابا كنقليهم. هاذي
النهائي ديال الصوص ديالهم. شهية طيبة للجميع.